مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الاحتراف. طبعا كما تعودنا معاكم في دنيا الاحتراف كل جديد وكل جديد في عالم كرة القدم، ولكن النهاردة بقى بشكل مختلف بشكل جديد معنا فقرتين. الفقرة الرئيسية هو عالم كرة القدم تحت مسمى الأكاديميات وبطولة موهبتك للأكاديميات، والفقرة الأولى وهي بطولة أكاديمية الموهوبين أو اللي يعتبر الأكاديمية الموجودة معانا النهاردة، ثلاث أكاديميات صناع داخل بطولة موهبتك كبار جدا في الحجم عليهم إنجازات حقيقية في بطولة موهبتك، وأيضا الفقرة الثانية فقرة سر النجاح اللي هتقدمها الأستاذة رحاب محمد. طبعا قبل ما أبدأ البرنامج وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، نتعرف طبعا بالضيوف الأعزاء. كابتن محمد فاروق مدير الفني لأكاديمية سمارت، أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك. طبعا كابتن محمود العربي مدير الإداري لأكاديمية سونينيري، أهلا بيك يا كابتن. أهلا وسهلا بحضرتك. وأيضا في المقابل كابتن أحمد البديوي مدير الفني لاكاديميه الذئاب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا كابتن، نورتونا وشرفتونا. طبعا ابدا طبعا بكابتن محمد فاروق. كابتن محمد، عاوز نبذه بسيطه مختصره عن اكاديميه سمارت. طيب مبدئيا اكاديميه سمارت هي اكاديميه مدرسه سمارت الخاصه للغات. الاكاديميه دي موجوده في بنها، بدانا فعليا في الاكاديميه. مش هدفنا ان هي تكون اكاديميه فقط، احنا دي البنيه التحتيه لتاسيس نادي. احنا عايزين ناسس نادي، احنا مؤسسة كبيرة جدا وعريقة، نبدأ بأبناء المدرسة ونستهدف كل المناطق المجاورة بالمدرسة. هدفنا ان احنا نكون اكبر اكاديمية موجودة، ومنها واليها نكون اكبر نادي بإذن الله. تمام، نخش كابتن محمود العربي. اكاديمية سونينيري، انت حضرتك مدير الاداري للاكاديمية، نبذة بسيطة عن الاكاديمية. هو والله بدأنا الاكاديمية كانت فكرة مع كابتن محمد فيصل وكابتن اسلام كيتا ليهم الفضل طبعا. كان هم عايزين يحاربوا الاستثمار اللي هو بتاع الكوره، اللي هو كل واحد هات 5000 هات 3000 ومضيك في نادي. فكان فكر ازاي نعلم الولد يلعب كوره. الله الله. نخش بقى كابتن احمد البديوي بقى، وقول لي بقى ايه هي الذئاب. هو حضرتك هو الاسم كان يعني من واحد صاحبنا كان معانا في الاكاديميه اسمه كابتن احمد حجازي. فهو حضرتك كانت الفكره بدات كنا احنا اصحاب اصلا في الكليه في تربيه رياضيه، فلما اتخرجنا عملنا الموضوع ده عشان نشتغل مع بعض وكده. وكان حتى الموضوع يعني مش هيكتفي بالكوره بس، يعني احنا هيبقى فيها جمباز وفيها تنس وفيها حاجات العاب ثانيه يعني. فهو حضرتك ايه الموضوع كله ان احنا ان شاء الله يعني هدفنا برضو الاساسي زي ما الكابتن محمود قال، ان احنا ايه نبعد باولادنا عن موضوع الاستثمار والناس اللي هي بتستغل الموضوع ده. فهو الهدف الاساسي ان احنا نخرج لعيبه كويسه. أكيد. ان احنا حضرتك نعمل او نساعد خطه الوزاره اللي هي موضوع تفريخ لعيبه، موضوع حضرتك اللي اتعمل في كره اليد دلوقتي وانجز. فاحنا نتمنى ان حضرتك نعمل حاجه زي كده باذن الله. طبعا يلا نطلع تقرير ونشوف بالنسبه لبطوله موهبتك ماذا فعلت الاسبوع الماضي، ونشوف بقى بالنسبه للبراعم والناشئين في البشاير. نطلع نشوف التقرير ونعود لكم من جديد. داخل ملعب بشاير في الجولة الثالثة من بطولة موهبتك، ولقاءات خاصة مع مدربين واللاعبين وأولياء الأمور. الحمد لله رب العالمين، مكسب كبير جدا لأكاديمية الكابتن، والحمد لله يعني ضمننا الصعود بنسبة 80%. الحمد لله الحمد لله كسبنا، طلعنا نتيجة 5-0، وده بفضل الكباتن حطوا تشكيلة كويسة ووظفونا توظيف جيد. رأيي الماتش حلو كل حاجة. الماتش النهارده الرجاله بتاعت كلها عملت الواجب اللي عليها، كل اللعيبه بلا استثناء كلهم رجاله النهارده ماشي. ونتمنى ان شاء الله باذن الله البطوله ان شاء الله باذن الله كده صعدنا بنسبه 90%. الحمد لله خسرنا 4-0. رايك ايه في البطوله؟ كويس الحمد لله. خسرنا. رايك ايه في البطوله؟ الحمد لله كويس. فريق الاعلى الدون رونالدو. خسرنا، كان في سوء توفيق طبعا واخطاء دفاعيه، فكان النتيجه خساره. كسبنا الحمد لله. فريق الاعلى الاعلى محمد صلاح. يلا نوصل للنهائي باذن الله. القائمين على التنظيم؟ لا تنظيم محترم وحاجه يعني حاجه تكتشف المواهب. كويس الحمد لله. مثلك الاعلى محمد صلاح. الحمد لله عملنا كل خير، بس ما حلفناش الحظ اللي احنا نكسب. الحمد لله النهارده لعبنا ماتش كويس، بس طبعا التوفيق كان ما كانش حلفنا، لان كان معانا النهارده عدد اللعيبه كان فيه 2 لعيبه مصابين،
والحمد لله نعوض في اللي جاي ان شاء الله. الحمد لله كسبنا. رايك ايه في البطوله؟ حلوه وكويسه. محمد صلاح كويس الحمد لله، والمره الجايه نكون احسن ان شاء الله. الحمد لله. شايفه ايه في البطوله؟ بطوله كويسه. مسك الاعلى حسام غالي. والله دي يعني اكاديميه لسه وليده، فانا مش النتائج ما تهمنيش قوي. الحمد لله كسبنا الحمد لله. شايف حظوظ اكاديميه شباب الارسنال ازاي في البطوله؟ الفريق الاول ان شاء الله وناخد الدوري. الحمد لله احنا 3 ماتشات محققين العلامه الكامله الحمد لله، 9 بونت وضمننا الحمد لله صعود من المجموعه. يعني احنا خسرنا بس ما كناش بنلعب كويس قوي. الحمد لله يا خسرنا كسبنا الحمد لله. كريستيانو رونالدو. الحمد لله النهارده في 2009 كسبنا 7-1 ويعتبر تصدرنا المجموعه بتاعتنا. الحمد لله كسبنا. تحب مين من اللعيبه؟ ميسي. الحمد لله النهارده كان الماتش صعب بس احنا النهارده قدرنا نجيب التعادل. الحمد لله توفيق بتاع ربنا، احنا سيطرنا لاخر دقيقه ولكن الحظ ما ساعدناش، هجمه كده جت جول. الحمد لله تعادلنا قدرنا نتعادل يعني. الحمد لله ربنا ما وفقناش بس احنا تعادلنا الحمد لله، يعني كل كابتن قال لي عليه وعملته الحمد لله. يعني الحمد لله كسبنا وكان الماتش جامد جدا وكلنا كل الفرق عملت حاجه كويسه. تعادلنا 1-1 وكملنا لغايه اخر دقيقه لكن ربنا ما وفقناش. تعادلنا والله الحمد لله، عملنا ماتش كويس، هو كان الاداء في الشوط الاول بس ما كانش مرضي شويه، بس عملنا تغييراتنا والحمد لله الشوط الثاني قدرنا نجيب التعادل. الحمد لله كسبنا 1-0 والفرقه عملت بصراحه شغل جامد. ورجعنا بعد التقرير وشفنا طبعا بخصوص موهبتك وماذا فعلت موهبتك بخصوص البطوله، وشفنا طبعا الاكاديميات المشاركه في بطوله موهبتك بالنسبه للناشئين والبراعم. ارجع بقى طبعا للضيوف الاعزاء داخل الاستوديو. كابتن محمد فاروق، يعني ايه رايك بقى بالنسبه لبطوله موهبتك وازاي شاركت فيها؟ بطوله موهبتك هي بطوله كبيره جدا، بتقوم على اعلى مستوى، مستضيفه اكاديميات في المستوى عالي جدا. شاركنا فيها بفضل كابتن صلاح والاعلان اللي هو كان منزله، تواصلت معاه وبالفعل بدات اشتركت بفرقتين، فرقه 2012 فرقه المدرسه، سوري فرقه الاكاديميه، وفرقه 2007 هي فرقه المدرسه. فرقه 2007 دي كان الهدف بتاعها ان هي تشترك للتجانس بينهم لانهم مشاركين في دوري بيبسي للمدارس، تمام؟ وفرقه 2012 دول اول مشاركه ليهم منذ افتتاح الاكاديميه، وكان هدفنا ان هو كسر الرهبه بالنسبه للاعبين في المباريات. فبالنسبه لنا احنا استفدنا جدا وحققنا الهدف المنشور من البطوله والمشاركه فيها. اكاديميه سمار تقع فين؟ حته في القاهره في بنها فن. في بنها؟ في بنها. يا بنها مره واحده بنها فن. وبتيجي البطوله مخصوص؟ باجي البطوله مخصوص. عشان تعرفوا يا جماعه طبعا بطوله موهبتك في كل محافظات مصر، موجوده في كل محافظات مصر، كله بيشارك في بطوله موهبتك. نخش طبعا بقى يعني على المدير الاداري بالنسبه للاكاديميه، ازاي شاركت في بطوله موهبتك؟ والله كان بفضل كابتن صلاح. تعرفته ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا ولا تليفون؟ لا، ولا تعرفه معرفه شخصيه؟ اه كنت اعرفه معرفه شخصيه بسبب بطوله كانت قبل كده كنت مشارك فيها قبل كده. تمام. اول ما قريت الاعلان ولقيت كابتن صلاح طبعا اشتركت على طول، وبفضل كابتن صلاح طبعا تنظيم ممتاز جدا يعني، ولله الحمد انا خدت افضل مدير اداري في البطوله الاسبوع الاول والثاني. تمام. والحمد لله يعني باذن الله احنا دلوقتي التاني. ودي معاك الشهاده يعني بالمره كمان. طب ارفعها بقى للجمهور بقى. تمام يا كابتن، طبعا بالتوفيق طبعا وبالنجاح ان شاء الله باذن الله. نخش بقى على زياب. انا بقى عاوز اقول لك بقى سؤال مختلف شويه. اتفضل. انت عندكم طبعا مجموعه من المراعم والناشئين داخل اكاديميه زياب. تمام. ازاي يتم نقول السيطره عليهم، او ازاي النهارده اقدر يكون التمرين معاهم وخصوصا البراعم وانتوا اساسا اسم مخيف زي ما بيقولوا؟ هو حضرتك يا فندم الكلام ده يعني كان محل دراسه بالنسبه لنا، يعني كنا دارسين اللي هو في بالنسبه للاعمار بنقسمها مرحلتين، في مرحله البراعم لحد 13 سنه، وفي مرحله الناشئين هو من اكبر من 13 سنه لحد مثلا 17 كده. تمام. فهو حضرتك احنا يعني التعامل وفقا لدراستنا ان في اعمار معينه بيشتغل معاها شغل المهاري بس، وبعد كده اللي هو مثلا سن الناشئين ده بزود في البدني وشغل التكتيك والكلام ده. فحضرتك هو الناشئ معايا بيتعلم برضه من ضمن الحاجات اللي بناخدها اللي هو موضوع الايه؟ اللي هو موضوع القياده والتبعيه وكده، فحضرتك الصفات الاجتماعيه احنا بننميها له. عندك كم بالنسبه للفئات العمريه قد ايه؟
ما هو حضرتك تقريبا يعني كل المواليد موجوده معانا ان شاء الله. كل المواليد من 2009 لحد بس انا مشاركين بفرقه واحده بس، لان اصلا الاكاديميه بتاعتنا في طنطا. تمام. فهو الفرقه اللي هنا اغلبها من مدرسه برضو انا شغال فيها زي الكابتن محمد كده، اسمها مدرسه الفيوتشر، فده اللي خلانا حتى غيرنا الاسم باسم الفريق يعني. عشان كده احنا معانا طبعا معانا تمويه بالنسبه لصور فيوتشر هتنزل دلوقتي طبعا لسات المشاهدين طبعا. تمام. بالنسبه للفئات العمريه ازاي بتتعامل معاهم، وهو ازاي صعب قوي ازاي بتتعامل معاهم؟ ما هو حضرتك يعني احنا دايما حتى صح يعني اللي هو خبراء التربيه ده والتدريب وكده بيقول لك ان انت تلعب الولد لعبتين، اللي هو لعبه فرديه بحيث ان هو يتعود ان هو يعتمد على نفسه، لعبه جماعيه عشان ينمي الصفات اللي هي الجماعيه اللي هو التعاون والحب والصداقات والقياده والتبعيه، لان دي حاجه من الصفات المهمه جدا ان العيل يبقى ازاي يبقى تابع لزميله، وبرده نفس الوقت يبقى ازاي قائد لزمايله، فالحاجات دي بتنمي صفات الاجتماعيه عند الولاد، وده يخلينا نخرج جيل كويس ان شاء الله ينفع البلد. طبعا كابتن محمد فاروق، ايه الميزه عن الاكاديميه عندكم بالنسبه لسمارت عن اي اكاديميه اخرى؟ طيب اكاديميه سمارت احنا بنهتم باللاعب من صغره، عندنا مرحله الكيدز، مرحله اللي هي مرحله الكيجي، بنهتم بيهم، لازم الولد يتمتع عشان يحضر. طيب لو هو مش مبسوط داخل التمرين مش هيحضر تاني، ولازم نحببه في اللعب. طيب اكمل كلام كابتن احمد، ان هو عندنا من سن الاربع سنين الى سن 13 سنه لازم تنمي مهاره التوافق، ما ينفعش ان انا انمي اي تحمل بالنسبه له، فهو بنشغله توافق ذهني، توافق عصبي، توافق حركي، نبدا نشغله رجليه وايديه مع نفس الوقت. ده الحاله الجسمانيه بالنسبه للاعب. الفئات العمريه قد ايه؟ الفئات العمريه ببدا من سن 4 سنين لسن معايا سن 17 سنه. من 4 سنين ل 17 سنه. سن 17 سنه. طب ازاي بتتعامل مع 4 سنين؟ 4 سنين ده هو لازم يحب اللعبه عشان يلعب معاك. بنلعب معاه قصص حركيه، بنلعب معاه بالكوره قصص حركيه، ازاي يحس بالكوره اصلا؟ ازاي يستخدم الكوره اللي هي مقاس اصغر مقاس بالنسبه له علشان ما يسببلوش تشوه قوام بعد كده. تمام. فكل مرحله لها الصفات الخاصه بتاعتها، لها الشغل بتاعها، فاكيد شغل الكيدز غير شغل اولى ابتدائي يعني طبعا. فده التنوع في التدريب بالنسبه له. طبعا اخش بقى كابتن محمود عربي، طبعا كل واحد فيهم بيتكلم عن انجازاته، هل يا ترى بقى عندك انجازات ايه في اكاديميه سونير؟ انجازات طبعا ترجع للمدربين طبعا، وترجع طبعا للعيبه، وطبعا النهارده الحمد لله اللعيبه النهارده حققت الفوز 2-1، وتاكدت ان هم يعني مركز تاني في الدوري، وباذن الله يعني ضمننا صعود بنسبه 60% او 70%. تمام. وان شاء الله يعني هنصعد باذن الله. طبعا يا جماعه عشان نكون واضحين مع انفسنا، جالنا الان داخل ملعب حلوان بالنسبه لاكاديميه امل سوريا، في لاعب مصاب طبعا، دي كوره وكل واحد لاعب، عشان كده نتمنى الشفاء للكابتن عدنان عبيد وايضا مدربه كابتن حسن بالنسبه لاكاديميه امل سوريا، ان شاء الله باذن الله يقوم بالسلامه ان شاء الله ويرجع تاني الملاعب ويعود اليكم من جديد تحت مسمى امل سوريا، والمشاركه معاكم في البطوله لبطوله موهبتك ان شاء الله، ولكن اصابه طفيفه شويه الحمد لله رب العالمين ان شاء الله. نكمل بقى مع الذئاب. بخصوص الذئاب، اسم تقيل شويه على اللاعب، ولا الناس ممكن تقول ايه ده؟ ايه الاسم الجامد ده؟ هو حضرتك يعني احنا حبينا يكون اسم مختلف يعني، فكانت فكره الكابتن احمد حجازي ما قلت لحضرتك اللي هو مع بعض متخرجين وكده، فكانت الاسم عشان يبقى مختلف، وكمان عشان ايه يحمس الولاد ان احنا يعني احنا ذئاب، فالحاجات دي زي ما بقول اسم ما يخوفش؟ لا ما اعتقدش ان يخوف، لا واذا حضرتك زي ما بقول لابني مثلا انت اسد، فانا كل ده عشان اديله الحماس والقوه، ولا عشان انت محافظ طنطا؟ ممكن برضه صح كده؟ تمام. طب ارجع تاني لكابتن محمد فاروق، بخصوص بقى طبعا انت ايه الاقبال اللي عندك هناك وانت في احد المحافظات واسم سمارت؟ اسم سمارت اسم كبير، اسم عظيم زي بالظبط هنا في القاهره في المقطم مساكن سمارت. اسم سمارت ازاي خدته؟ سمارت نسبه للمدرسه اللي احنا مشاركين فيها، او المدرسه اللي هي صاحبه الاكاديميه والاداره اللي انا بشكرها فعلا اللي هي اسست الاكاديميه معانا. المدرسه والاداره بيوفرنا كل اللي احنا بنحلم بيه، ده بسبب ان احنا يخلونا ان احنا ننافس اكبر الاكاديميات الموجوده في القليوبيه، مش في القليوبيه بس، في مستوى الجمهوريه. تمام. وهدف الاداره عندنا ان هي تنشئ نادي مش تنشئ اكاديميه فقط. تمام. فبالنسبه لنا احنا كالاسم جه عن طريق المدرسه. فبالنسبه للمدرسه سمارت اللغات. طب اكاديميه بقى اسمه ايه بقى؟ الاسم نقول ايه اسم الدلع؟ هنا ذئاب وهنا سمارت، اسم الدلع ولا ده اسم ايه بالظبط؟ هو الاسم الثاني اسم ميلان. اسم ميلان؟ هو الاسم الثاني، هو معناه الاسود والاحمر. طب انت عندكم فئات العمريه قد ايه؟ من 2009 عندنا لغايه 99. 2009؟ لغايه 99.
طب ازاي بتتعاملوا مع الناس وازاي بتتعامل مع اللعيبه وازاي بتتعامل مع اولياء الامور؟ والله اولياء الامور طبعا في ثقه ما بيننا وكده. هو اول نعمل الاكاديميه بقى لها 7 شهور بالظبط وبس. عندنا طبعا لعيبه, عندنا المدرب, يمكن الفرق العمري مش كبير بين المدرب وبين اللاعب, فاللي هو مصاحبهم واخد صداقه ما بينهم, فده اللي منجح الفريق. ويعني بنتعامل هناك كاسره مع بعض, يعني ما فيش عندنا ان لاعب بيزعق للاعب, ولا كلهم اسره مع بعض كلهم. اكيد طبعا يا كابتن محمود. ارجع بقى للذئاب, واحنا طبعا بنتكلم مع الذئاب في راجل طبعا هينزل بالنسبه لبقى الفيديوهات الموجوده طبعا. علشان تغطيه بالنسبه للبطوله. ذئاب, انت بتعاني بخصوص اولياء الامور بتخش معاكم في تفاصيل بالنسبه للاكاديميه, ولا انتوا عاملين سيستم لوحدكم؟ لا هو حضرتك يعني موضوع تواصل اولياء الامور ده حاجه بتبقى كويسه جدا, يعني من ضمن الحاجات اللي هي اصلا بتخلينا نقدر يعني نعالج مشكلات الولاد ونفهم منين مثلا هو جاي النهارده مثلا مش في مستواه, هو جاي النهارده مش عارف متعصب شويه, هو عنده مشكله نفسيه اصلا في البيت. فحضرتك موضوع التواصل دوت يعني طبعا الكباتن لازم يبقى موجود باستمرار, وحتى منه كمان يعني مشكلات التنمر برضو عندنا. يعني حضرتك موضوع التنمر وكده برضو بتعرف يعني تاريخه العائلي, في مشكلات عنده في البيت, فعشان كده بتعرف الولاد اللي قدامك ان كان عنده مشكلات مثلا نفسيه, عنده مشكلات لحضرتك يعني اي حاجه فيها مشكله. حضرتك احنا بيتم معالجتها من خلال ايه؟ من خلال التواصل مع اولياء الامور وكده باستمرار يعني. اكيد طبعا. كابتن محمد فاروق, اخر حاجه بقى عشان يعني نلم الموضوع بقى عشان خلاص يعني وقت حلقتنا ازف, بخصوص عندك اي مشاكل بخصوص اولياء الامور, ولا اي مشاكل انت ازاي بتعديها, وازاي لو جالك موقف صعب ازاي بتقدر يعني بتحاول قدر الامكان تعالج الموقف؟ طيب بالنسبه لخصوص اولياء الامور, اولياء الامور عندنا متفاهمين جدا بمستويات اللعب, بالعكس ده هم كل فتره بنعمل استطلاع راي لاولياء الامور في ايه بقى, في ان هو ابنهم وصل ليه. تمام, ده بجانب ان احنا بنبعت استمارات استطلاع راي بالنسبه للطالب, هل هو بيذاكر بشكل دوري ولا لا, هل هو بنتابعه بيصلي ولا لا, ايه الاكل اللي ما بيحبوش ونبدا ننمي عليه, لازم نشتغل عليه لانه هو طفل بالنسبه لنا. تمام, فاحنا بالنسبه لنا بنأسس لعب, عشان اسس لعب كويس لازم اهتم بالصحه البدنيه بالنسبه له. تمام, وبالنسبه له لا كمان, انت بتنام امتى؟ طب بتنام بدري ولا بتسهر؟ طيب حياه لعب كره القدم بالنسبه لنا لا, نام بدري, كل الاكل كويس, الاكل الصحي, ابعد عن المحافظات كده, يعني احنا بننميه من كل الجوانب. اكيد طبعا. فبالنسبه لنا تواصل اولياء الامور بشكل دوري هو ده اللي بيساعدنا في اللي احنا بنعمله. الحمد لله رب العالمين, ده اهم حاجه, لازم يكونوا اولياء الامور يكونوا مرتاحين ومبسوطين. اكيد طبعا. اتمنى بقى اقول كلمه سريعه لاولادك واصحابك وزمايلك في داخل الاكاديميه واللعيبه بتاعتك. انا طبعا اول حاجه بتكلم عن بالنسبه للاعب المصاب, بتمنى له الشفاء. اكيد طبعا. وطبعا عندنا 3 لعيبه مصابه في الاكاديميه, اتمنى لهم الشفاء, واتمنى طبعا التوفيق لينا, وان شاء الله هناخد البطوله 2003 باذن الله. قول كلمه بقى طبعا للذئاب وكل حضرتك. هو يعني هو الفريق بتاعنا رجاله والولاد حابين بعض وكده, بس انا اتمنى يعني حضرتك مؤخرا كده ان تعميم الفكره على مستوى الجمهوريه, يعني ما يبقاش اللعب موجود او فكره موهبتك تبقى فكره لكل الناس, يعني اذا حضرتك يبقى مشروع قومي كده لتفريغ. والله احنا بنروح لكل المحافظات وبنجيب كل المحافظات, وكل المحافظات مشاركه معانا طبعا. حضرتك يعني تبقى موجود يعني ما يبقاش في القاهره بس. اكيد طبعا, هنعمم الفكره على كل محافظات مصر ان شاء الله باذن الله. أنا أقول كلمة بقى أخيرة لسمارت. سمارت, أولا أنا بشكر فريق العمل اللي موجود معايا في القسم في داخل التربية الرياضية في مدرسة سمارت, بشكر الإدارة, بشكر منسقين النشاط, بشكرهم على توفير المناخ الجيد للعمل. أكيد طبعا. أنا بشكركم جدا, وطبعا كانت فقرة ممتعة, ولكن انتظرونا الفقرة القادمة طبعا هيكون يعني معانا بقى يعتبر جوهرة صغيرة بشكل لاعب كبير قوي في أكاديمية ميلانو, انتظرونا بعد الفاصل. وطبعا قبل ما اطلع الفاصل طبعا برحب طبعا واشكر طبعا كل رجاله الذئاب. شكرا حبيبي. انا كابتن, نورتنا يا كابتن محمد فاروق, نورتنا يا كابتن محمود العربي. هنطلع فاصل بسيط جدا ونشوف التقرير ده ونرجع لكم مره اخرى.